السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله الفيديو بتاعنا إزاي نستفاد من قشر المانجا. كلنا طبعا بعد ما بنقشر المانجا بنرمي القشر، لا الفيديو بتاعنا النهاردة مش هنرمي القشر خالص، هنستفاد بيه وهنعمل بيه أحلى عصير. أحلى عصير، أيوة أحلى عصير، زي ما سمعتوا قشر المانجا بيبقى فيه من المانجا، أهو فيه لحم من المانجا، هنحطه في الخلاط وهنضيف له ميه وسكر وهنضربه، بس هو ده العصير بتاعنا. بسم الله، هجيب شفشق الخلاط وهنزل فيه قشر المانجا، نص كوباية ميه، سكر حسب الرغبة، وهضرب القشر كويس جدا في الخلاط. خلاص ضربت القشر كويس جدا في الخلاط اهو زي ما انتوا شايفين، هصفيه في مصفى سلك ضيقة. بسم الله، شايفين العصير تقيل جدا اهو يا حبايبي. بعد ما صفيت القشر كله، بس انا زودته شوية مية، شايفين العصير، هنفضيه مع بعض في كوباية وهوريه لكم. بسم الله، شايفين العصير وجماله وتقله. تحفة، عملناه من ايه؟ من قشر المانجا. لو عجبتكم طريقة الاستفادة من قشر المانجا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية، سلام. لا تنسوا الاشتراك في قناة ديك البرابر وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد.